كما بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه ضمنها سموه صادقه تهنيه بمناسبه ذكرى استقلال المغرب الشقيق متمنيا سموه لجلالته وفر الصحه والسعاده وللشعب المغربي الشقيق اضطراد التطور والتقدم منوها أن صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذه المناسبة بعلاقات الأخوة والتعاون المتينة القائمة بين المملكتين وشعبيهما في العديد من المجالات